السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هحل تدريبات في الإخراج في الكائنات الحية. السؤال الأول، اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يأتي. 1- عملية حيوية يقوم بها الكائن الحي للتخلص من نواتج التمثيل الغذائي الضار، هي عملية الإخراج. 2- وحدة وظيفية للإخراج تقع في الكلية وتقوم باستخلاص البول، هي النفرون. 3- خروج الماء عند أطراف أوراق بعض النباتات في الصباح الباكر، هي ظاهرة الإدماع. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. 1- أي من التراكيب التالية يتحكم في خروج البول من الجسم؟ المثانة البولية ولا الحالب ولا مجرى البول ولا الكليتان ولا العضلة الدائرية المحيطة بفتحة المثانة البولية؟ الإجابة الصحيحة هي آخر واحدة. 2- تصنع مادة اليوريا اللي هي البولينا اللي هو البول بجسم الإنسان في الجلد ولا الكلية ولا الرئة ولا الكبد؟ اليوريا اللي بتصنعها الكبد. 3- يتدفق الدم في الشريان الكلوي لتنقيته من المواد المصرفة بالكلية بمعدل لتر واحد في الدقيقة ولا لترين في الدقيقة ولا لترين في الساعة ولا 3 لترات في الدقيقة؟ الإجابة الصحيحة لتر واحد في الدقيقة. 4- عندما يكون الجو حارا للغاية يزداد معدل العرق لأن الشعيرات الدموية بالجلد بتتسع ولا بتضيق ولا بتنقبض ولا بتتفلطح؟ الإجابة تتسع. 5- من وظائف طبقة بشرة جلد الإنسان امتصاص الهواء ولا إخراج الغاز ولا منع غزو البكتيريا للجسم ولا إنتاج العرق؟ الإجابة إنتاج العرق. 6- التركيب المختص باستخلاص البولينة بجسم الإنسان هو النفرون. 7- يبلغ عدد الوحدات الوظيفية بكليتي الإنسان حوالي 1,000,000 ولا 3 ملايين ولا 2,000,000 ولا 5 ملايين؟ الإجابة 2,000,000. 8- جزء النفرون الذي يتكون من أنبوبة دقيقة بشكل انتفاخ مزدوج الجدار تتفرع داخله شعيرات دموية غزيرة يسمى؟ الإجابة محفظة بومان. السؤال الثالث، الشكل التخطيطي التالي يوضح تركيب أحد النفرونات وإمدادها الدموي لكلية الإنسان. أجب عن الأسئلة التالية. 1- اكتب الرقم الدال على الأجزاء التالية بجانب كل منها. محفظة بومان، احنا عارفين ان محفظة بومان هي انتفاخ يشبه الفنجان، فين في الصورة دي انتفاخ يشبه الفنجان؟ مظبوط. رقم 3- ب الأنبوبة الجامعة، هي رقمها 7. الأنبوبة الملتوية القريبة، هي اللي قريبة من الشريان الكلوي اللي هو لونه أحمر، وهي رقمها 4. الأنبوبة الملتوية البعيدة هي رقم 6. اشرح كيف تمر المواد من الجزء رقم 2 إلى الجزء رقم 3. تمر عبر خاصية تسمى بخاصية الانتشار. 3- اذكر اسم مركبين بالدم يمران بالجزء رقم 2 ولا يمران بالجزء رقم 3. هم البروتينات الكبيرة وخلايا الدم. 4- وضح سبب عدم مرور المركبين السابقين من الجزء رقم 2 في الجزء رقم 3. السبب البروتينات الكبيرة لأنها كبيرة الحجم، وخلايا الدم لأنها بتعود للجسم مرة أخرى. 5- السائل المر بالجزء رقم 3 من الشكل يوجد به كل من الجلوكوز والماء واليوريا اللي هي البولينة. اشرح ما الذي يحدث لهذه المركبات خلال مرورها بالجزء المتبقي من النفرون. بيحدث لها عملية تسمى بعملية إعادة الامتصاص الاختياري، هي عملية حيوية يتم فيها استعادة الجسم لما يحتاجه من ماء وجلوكوز ومواد معدنية لتمر ثانية للدم تاركة الفضلات في صورة بول. رقم 6- اذكر اسم السائل الذي يمر من الكلية إلى المثانة البولية، وطبعا كلنا عارفينه هو البول. السؤال الرابع، قارن بين الكلية في الفقاريات الدنيا والكلية في الفقاريات الرقية. وصف الكليتين في الفقاريات الدنيا، طويلتان ورقيقتان. وصفها في الفقاريات الرقية،
بتكون أكثر اكتنازا. مكانها في الفقريات الدنيا تمتدان على طول جانبي العمود الفقري، إنما الكليتين في الفقريات الراقية بتقعان خلف البريتون، وهو غشاء يبطن التجويف البطني. مثال الفقريات الدنيا البرمائيات زي الضفدعة، ومثال الكليتين في الفقريات الراقية الثدييات زي الإنسان. السؤال الخامس، علل لما يأتي. واحد، لا تعتبر عملية التبرز في الإنسان عملية إخراج بالمفهوم العلمي. السبب، لأن البراز يخرج من الجسم دون أن ينفذ من الأغشية البلازمية للخلايا. 2، يستمر إخراج العرق من الجلد في الشتاء رغم برودة الجو. السبب، لوجود الغدة العرقية التي تعمل على استخلاص العرق من الدم وتبخره على سطح الجلد. السؤال السادس، الشكل التخطيطي المقابل يمثل مقطعا طوليا بكلية الإنسان. ادرسه ثم أجب على الأسئلة التالية. 1، اكتب أسماء الأجزاء المميزة للأرقام من 1 لـ6. 1، دي القشرة. 2، ده النخاع. 3، ده الحالب. 4، ده الوريد اللي بيطلع الدم من الكلية. 5، ده الشريان اللي بيدخل الدم للكلية. 6، ده حوض الكلية. 2، تتوقف كمية البول التي تستخلصها الكليتين من الدم في اليوم الواحد على عدة عوامل. اذكر 2 من هذه العوامل. أول حاجة كمية الماء والأملاح. 2، الفضلات النيتروجينية. 3، يقوم جسم الإنسان بتكوين مادة البولينة عن طريق هدم بعض المواد الغذائية الزائدة على حاجته. ما عضو جسم الإنسان الذي يقوم بتكوين البولينة؟ العضو ده هو الكبد. وما المادة التي يتكون منها البولينة؟ هي الأحماض الأمينية الزائدة. وما العضو الذي يخلص الجسم من الكمية الكبرى من البولينة؟ هما الكليتين. 4، يدخل الكلية سائل ويتركها سائلان. ما هذه السوائل التي تخرج وتدخل من الكلية؟ السائل الذي يدخل الدم، والسائلان اللذان يخرجان هما البلازما والبولينة. السؤال السابع، اكتب نبذة مختصرة عما يأتي. الثغر المائي والنتح الكيوتيمي والنتح الثغري والنتح العديسي. أول حاجة الثغر المائي. الثغر المائي يخرج قطرات من الماء في الصباح الباكر في أواخر فصل الربيع. النتح الكيوتيني هو خروج 5% من بخار الماء الزائد عن حاجة النبات. النتح الثغري هو خروج 90% من بخار الماء الزائد عن طريق الثغور الهوائية. النتح العديسي هو خروج 5% من بخار الماء الزائد عن طريق العديسات. لو لاحظنا ان كل كلمة بتبدأ بنتح هي خروج بخار ماء زائد عن حاجة النبات.